لمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ حسام عيد خبير أسواق المال. بعد التحية أستاذ حسام، هناك أنباء تشير إلى انخفاض سعر العملة أو عملة الدولار في السوق الموازية، ماذا عن هذه الأنباء وأسباب هذا التراجع الملحوظ لسعر الدولار في السوق الموازية، وماذا عن جهود الدولة في توفير العملة الأجنبية حاليا؟ اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم المشاهدين. طبعا زي ما تابعنا خلال تعاملات اليوم شهدنا بعض التراجعات التي حدثت على سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار بالسوق الموازية، وده كان ناتج عن بعض الأنباء أو بعض التوقعات التي كانت تشير إلى وجود انفراجة كبيرة جدا في كمية المعروض من النقد الأجنبي بالقطاع المصرفي، ونجاح الحكومة المصرية في توفير كمية كبيرة جدا من الدولار الأمريكي بالقطاع المصرفي خلال الفترة المقبلة، وده عن طريق وجود بعض الصفقات الاستثمارية العربية تحديدا في الاقتصاد المصري سواء في الاستثمار المباشر أو غير المباشر. وأيضا جاء هذا التراجع بناء على بعض التصريحات التي قد ذكرت من قبل صندوق النقد الدولي على موافقة الحكومة المصرية باستخدام أو اتباع سياسة سعر صرف أكثر مرونة، مما يؤكد إلى وجود انفراجة كبيرة جدا قد تحدث في سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بصفة عامة، وده بيؤكد إلى توفير الحكومة المصرية لكمية كبيرة جدا من النقد الأجنبي، وده من خلال تفعيل برنامج الطروحات الحكومية وبيع بعض حصص بالشركات الرائدة في مجالاتها لبعض المستثمرين الاستراتيجيين خلال الفترة القادمة، ودخول استثمارات أجنبية جديدة تنجح الحكومة من خلالها في توفير رصيد وكمية كبيرة جدا من الدولار الأمريكي بالقطاع المصرفي الرسمي، وده الأمر الذي دفع سعر الدولار في السوق الموازية نحو الانخفاض وتسجيل انخفاضات كبيرة جدا بعد أن شهدت ارتفاعات ملحوظة قد تخطت 120% خلال الفترة الأخيرة، وده كان ناتج عن وجود مضاربات من قبل بعض التجار، وده من خلال الاحتكار ودفع السوق الموازي لتسجيل مستويات سعرية تخطت مستوى 70 جنيه مقابل الواحد دولار خلال الفترة الأخيرة. أشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا عبر الهاتف الأستاذ حسام عيد خبير أسواق المال، شكرا جزيلا لك.